بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الطلبة في جامعة ديقة كلية الطب المرحلة الثانية لمادة التشريح. محاضرتنا اليوم Introduction to Neuroanatomy Part 2 الجزء الثاني. مثل ما تعرفون حتى ناولنا بالمحاضرة السابقة الجزء الأول على Introduction to Neuroanatomy. أستاذ المادة الدكتور عافية مثاني، اخذنا هناك حكينا على السي ان اس او السنترال نيرفس سيستم. نكمل هسه هنا البيرفرال نيرفس سيستم اللي هو ميد اوف ذا اول نيرف اوتسايد ذا برين اند ذا سباينال كورد. يعني انتم مثل ما تعرفون احنا عرفنا ان البرين والسباينال كورد المتابع للسي ان اس السنترال نيرفس سيستم، فشكو نيرف خارج هذه يصير بيرفرال نيرفس سيستم. بيرفرال نيرفس سيستم ميد اوف بيرفرال نيرف that connected CNS to the rest of the body. فشكو الشيء العصب او النير اللي يربط السنترال نيرفس سيستم بقية اعضاء الجسم هو هذا البيرفرال نيرفس سيستم. النيورون اللي هنا كان بي ريجنريتد اف دامج، اذا صارت اصابة او في شيء عكس السنترال نيرفس سيستم هنا يصير بي شنو ريجنريشن. ومثل ما تعرفون هو يتقسم لنا الاثنين 12 pairs of cranial nerve، 12 زوج من cranial nerve الأعصاب القحفية والدماغية هنا، وعندنا 31 pairs of the spinal nerve، 31 زوج من الأعصاب اللي تطلع منين من الحبل الشوكي. واضح؟ وهذا مخطط مثل ما تعرفون. هسه اللون الأخضر هنا والبيرفرال نيرفس سيستم، هنا الكرانيال الطالعات من الكرانيال، وهنا البيرفرال نيرفس سيستم سباينال نيرف. عندكم البيرفرال نيرفس سيستم نقدر نقسمه الى قسمين رئيسيين اللي هن اوتونوميك وسوماتيك. الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو شكو كرانيال اند سباينال نيرف كونكت السي ان اس تو ذا هارت ستومك انتستين جلاند، وهنا شنو كونتور انكونشس اكتيفيتي اللي ما نقدر نسيطر عليها، وراح حركه مثل دقات القلب، حركة الأمعاء، حركة الستومك مثل ما تقول الجلاند فاز الجلاند ما نقدر نتحكم بها، وهذا يتحكم بها الأوتونوميك نيرفس سيستم. السوماتيك هو شكو نيرف من الكرانيا والسباينا اللي هو كونكت ذا سي ان اس تو ذا سكين والسكيلتال مصل، هاي حركة اليدين، لهذا هو كونشس اكتيفيتي نقدر احنا نسيطر عليها بالوعي مالتنا. بس حركة اليدين مثلا نجيب الاصبع وندي الاصبع مثل ما تقول حركة نقام مفصل هسه من الحركة، هذا شنو؟ هذا سوماتيك نيرفس سيستم. اوكي، الكرانيال نيرف نحكي عليها احنا قلنا عليها هو 12 زوج من برانشاتها، وتعرفون هو كل واحد بيها راح يكون سبونسر على فشي معين مثل ما تقول سينس سايت هيرينج تيست سميل واي شيء بعد هذا السنسيشن. مثل ما تعرفون هنا 12 واحد تقريبا 12 ذنياهن، واسمائهن كلهن اسمائهن مطلوبة محفوظة طبعا، هذا السايد كلش مهم تحفظونهن كلهن والأوريجين مالتهم. فمثلا من السيربم من التن انسفلين والداي انسفلين يطلع العصب الأول أو الفكتري مالت الشم مسؤول على الشم، هذا يا جاي تلاحظونه، والأوبتيك نيرف اللي هو سنس أوف فيجن العصب الثاني مسؤول على النظر، هذا الأوبتيك نيرف، هذا يطلع من الداي انسفلين وهذا يطلع من التن انسفلين. من الميدل برين راح يطلع عن اثنين الاوكيلوموتور والتروكليا اللي هو الثالث والرابع، ومسؤولات على الاي موفمنت على حركة العينين، والاوكيلوموتور هذا هسه اوكيلوموتور وهذا التروكليا من يطلع من منطقة الميدل برين. البونز الشاه يطلع من عنده يطلع من عنده اربعة اللي هو الترجمينال الخامس، هذا الترجمينال الخامس جاي يشوفونه من اسمه هاي، يعني ثلاثة برانشات رئيسيات اللي هو الاوبثالميك يروح العين، والمكزيلاري يروح للمكزيلا، والماندبل يروح لمنطقة الماندبل. واضح؟ هذا ثلاث رئيسيات. أبوديوسنت هو أصلا أيضا مسؤول على الآي موفمنت حركة العين. واضح؟ فيشل اسمه وجه يروح للوجه، فيشل هذا اللون الأخضر فيشل. فيستبلو كوكليا اللي هو الثامن هيرينج والبالانس التوازن والسمع، نسمع الكوكليا القوقعة هذا العصب الثامن هذا اللون الوردي. واضح؟ ومن الميدل اوبلنجاتا حيطلع كذلك أربعة اللي هنا من التاسع لل 12، الجلوسوفانجا من اسمه التاسع
جي حرف من اسم الذكر رقم 9 جي جلوسوفانجا، يروح اللسان يسوع التذوق والبلع مع حركة اللسان. فيجاس في العصب التائه، هو هذا اوتونوم كونترول اوف ذا فيزا، هذا نسميه التائه، يروح كل فيزا بانحاء الجسم اللي ما نقدر نسيطر عليها، اوتونوميك نيرفس سيستم. واضح؟ اكسسوري اللي هو 11، هذا رقم 11 واضح، مسؤول على السوانك كذلك البلع، مسؤول على جلد بكتوريا جلد موفمنت حركة لوح الكتف على واخر واحد هو الهايبوغلوسا تحت اللسان، مسؤول على اللسان موفمنت اللي هو رقم 12 على اللون الاصفر تقريبا. واضح؟ هاي مهمة تحفظون الاستاد، كلش مهم. خلصنا من الكرانيال نيرف، نجي من السباينال نيرف. حكينا عن السباينال نيرف، قلنا عليها شنو هنا 31 زوج من الاعصاب تطلع من السباينال نيرف من هنا ومن هنا. واضح؟ ونسمي هسه هذا السيرفايكل، احنا عندنا 8 و12 ثوراسيك و5 لمبر و5 ساكرام. واضح؟ وعندنا 1 كوكسجين. مجموع ايش قال؟ يصير 31. هذا السيرفايكل العنقية اللي قلنا عليه طلعنا 8، هاي من العنقية. ومن الثوراسيك الظهرية راح يطلع 12، حكينا عليها. ومن منطقة اللمبة راح يطلع عن 5 قطنية. ومنطقة الساقة العزية راح يطلع ايش قد؟ 5 كذلك. ومن كوكسيجيال العصعصية راح يطلع 1، راح يصير مجموعهن 31 من كل جهة، من زوج يعني من جهة اليسار ومن جهة اليمين يطلع لنا 1. واضح؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم مثل ما تعرفون يتكون من 2 رئيسيات، اللي هو سمباثيك نيرفس سيستم، وافتهمنا عليه اكت ان ايمرجنسي شرطة الطوارئ يعني، والباراسمباثيك نيرفس سيستم اللي هو عكس السمباثيك، واحد معاكس للثاني. مثل ما تلاحظونه هذا طبعا كشيء تصوير له، هذا سمباثيك وهذا باراسمباثيك. مثل على سبيل المثال هذا يسوي دايليتد بيوبل، وهذا شيء يسوي باراسمباثيك كونستركت بيوبل. هذا مثل يسوي سمباثيك انهبيشن للسلايفا، هنا سمباثيك لا استيمليتد للسلايفا. واضح؟ فواحد عكس الثاني، لهذا هو ما حطوها سواء واحد من يساعده خوفه فشي طوارئ، هذه يصير دايليتد بيوبل، يبس لسانه والشفاه مالته من ينحرج مثلا، دقات القلب راح تزداد، هواء يحتاج هواء يصير ريلاكسيشن اوف ذا اير، فيحتاج هواء 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 انهبيشن اوف ذا ستوميك، كذا مثل ما تقول معتضة تخبط وش اسمه هذه. واضح؟ مثل البلدر يصير ريلاكسيشن اوف ذا بلدر، يصير حتى تبول مات على نفس الواحد. واضح؟ وهذا شو يسوي؟ هذا نسميه احنا شنو هذه؟ هذا سمباثيك نيرفس سيستم، سمباثيك نيرفس سيستم. مثلا يسوي عندنا فاجينا كونتراكشن، يسوي بروموت اجاكوليشن، اجاكوليشن يسوي. واضح؟ فهو تأثيراته على احشاء الجسم. الباراسمباثيك راح شنو؟ عكس السمباثيك، واحد عكس الثاني. هذا مختصر ومثل ما تقولون ملخص الحكي اللي حكيناه سواء بالمحاضرة السابقة والحكي اللي حكيناه هسه. مثل ما تعرفون هذا السنتر نيرفس سيستم ينقسم الى سنتر نيرفس سيستم، عفوا نيرفس سيستم ينقسم الى سنتر نيرفس سيستم والبرفر نيرفس سيستم. حكينا على سنتر نيرفس سيستم يتكون من نيرفين وسباينا كورد، وهاي فانكشن مالته. برفر نيرفس سيستم راح يتكون من اوتونوميك وسوماتيك، افتهمناها كل شيء كل واحد شغله. اوتونوميك راح يصير باراسمباثيك وسمباثيك، وهذا مختصر اسم لهم. جاي يشوفون السمباثيك يعني ايمرجنسي طوارئ هسائل الحيه، والباراسمباثيك شلون يصير بيه ريلاكسيشن الشخص. خلصنا هسه احنا من النيرفس سيستم، هسه احنا نجي على موضوع مهم هم حكينا عليه اللي هو النيورونا اند نيورونال سيل of the nervous system، اللي هي اليونت مالت او الخليه مالت النيرفس سيستم. مثل ما تعرفون the neuron is the main function unit of the nervous system. النيورون هاي الخليه مالت النيورون هي هاي الوحده الرئيسيه اللي يعتمد عليها الجهاز العصبي كله.
نيو كومبوز اوف سيل بودي، وتعرفون هذا السيل بودي وش بيه السيل بودي من نيوكلياس وميتوكوندريا والماتيريا مالت التغذية تفيد الخلية، كله موجود بالسيل بودي. وبي الدنتايد هذه الزوائد اللي تطلع من عندها من السيل بودي، واضح. والاكزون هذا المحور او الخيط مالت الخلية او رجل الخلية، شو يسموها هذا الاكزون، وهي هذا شنو هذا النيورون، واضح. لهذا الشغل مثل ما تقول كله وين موجود بالسيل بودي، يعني الماتيريال المواد كلها موجودة بالسيل بودي. في السيل بودي هنا شو راح يصير هذا السيل بودي او النيورون توزيعه بالجسم او بالنيرف سيستم؟ كولكشن تجمع او ذا سيل بودي، السيل بودي مالت النيورون كونستيتيوت ذا جراي ماتر، راح يسوي لنا الجراي ماتر. مثل ما تعرفون احنا عندنا جراي ماتر ووايت ماتر. واي ذا كولكشن اوف ذا اكزون اللي حكينا عليه من الساعه يجمع لنا شنو الوايت ماتر. هاي العباره كلش مهمه تخلونها ببالكم، على ضوء راح يصير تمايز من تجون تقرون رنين للدمار. جاي شوفون هسه هذا مقطع عرضي او اكزيال سكشن مال تليبرين. جاي شوفون هسه هاي المناطق البيرفا تختفي عن هذا اللون الغامق، هذا نسميها الجراي ماتر. ليش؟ يعني تجمع ما شنو مال سير بوديز مال نيورون. السير بودي كله متجمع هنا، كله متجمع وين هنا، فلهذا بي مواد وسير بودي وميتوكوندريا ونيوكلياس. لهذا جاي يشوفون من نسوي يعني الشخص جاي يشوفون هسه اكثر سوادا وهاي اكثر بياضا. السواد هنا او اللون الرمادي هنا هو هذا الجراي ماتر. جاي يشوفون هنا هسه هذا هسه لان هاي تشوفونها هسه هي هاي الجراي ماتر، من نجي نحكي عليها هاي الجراي ماتر. جاي يشوفونها لونها اغمق، يطلعون دائما بالرسومات لونها اغمق، حتى بالفحص يصير لونها اغمق. ليش؟ يعني هو شنو التجمع مال السير بودي. بينما الوايت ماتر فدائما فاتحه، دائما شنو هو فاتحه مقارنه بالجراي ماتر دائما اقل. ليش؟ لان بيها بس اكزون، بس هاي الخيوط، واضح. فهي كلش مهمة تنتبهوا لها. السيل بودي احنا قلنا عليها اللي هي تتجمع بالجراي ماتر وين موجودة؟ موجودة بالسيربر ان سيربر كورتكس مثل ما تعرفون. مو هذا هسه السيربر، شوف بالكورتكس مالتها بالبرفا قلنا عليها باعوها موجودة، واضح. هاي جاي يشوفونها وين موجودة، وبعد وين موجودة؟ بالسباينال كورد جراي ماتر. جاي يشوفون هسه هذا السباينال كورد مقطع عرضي له، جاي تلاحظون بالنص هي صارت الجراي ماتر عكس الدماغ. الدماغ بالبرفا بالطرف يصير الجراي ماتر، في اللون الغامق وين يصير؟ بالبرفا بالدماغ. بينما بالسباينال كورد جاي يشوفها بالنص، فهي هاي الجراي ماتر. هاي الجراي ماتر هسه شوفوها هاي الجراي ماتر. ليش؟ لان يعني بها سير بودي، لهذا لونها اغمق يصير، واضح. بعد وين موجود؟ فيروس نيوكليا ان ذا سي ان اس. نيوكليس هاي جاي يشوفون هسه هاي نيوكليس جاي يشوفون هاي المناطق الغامقه، هاي كلها شنو جراي ماتر. واحنا ندرس عن المناطق الغامقة شوية شوية. جاي يشوفون هذا، هذا جراي ماتر، شوف هسه هاي جراي ماتر، هذا جراي ماتر احنا بالطاقة قلنا عليه، وهذا شنو هاي هم جراي ماتر. هسه هذا جراي ماتر شلون لون غامق، شكل لون غامق شنو هو؟ هذا جراي ماتر. جراي ماتر اللي بيها سير بوديز، شكل منطقة فاتحة شنو هو؟ بيها اكزون وايت ماتر، فاتحة وايت ماتر الاكزون. فهاي كلش تفيدكم بالمستقبل وتخلونها ببالكم. الوايت ماتر وين موجودة؟ موجودة يقول لك إذا فايروس سنسي أند موتور أتاكت. أتاك يعني بالفايبر، هاي الخيوط جاي يشوفون الوايت ماتر. هسه احنا هذا اللون الغامق الأصفر هذا الجراي ماتر، هذا الجراي ماتر، هذا الجراي ماتر. الفاتح هذا بالدماغ هذا وايت ماتر. فهو والوايت ماتر عبارة عن فايبر، جاي يشوفون هاي الألوان الأخضر والوردي والأزرق، هذا الفايبر. احنا عندنا بالوايت ماتر هاي المنطقة الفاتحة ثلاث انواع، 3 تايب اوف ذا نير فايبر، اللي هو كوميشر فايبر اللي هو هذا اللون الاخضر جاي يشوفونه، كوميشر فايبر هذا يقول لك كونكت ذا سيم كورتيكال اريا اوف ذا تو سيربر هيمسفير. يعني كل منطقة موجودة هنا بالهيمسفير مثل هذا نصف الدماغ الايسر يرتبط ويا نفس المنطقة الجزء الدماغ الايمن، هذا نسميه كوميشر فايبر. وهو هذا وين شو نسميه ذني؟ نسميه كوربس كالوزم
وانت عن بوستي كومشو، فهو هذا كومشو فايبر يربط لنا منطقه من الكورتكس بهاي المنطقه نفسها بالمنطقه المقابله. زين الاسوشيشن فايبر شنو هو؟ كونكت ذا كورتيكال اي ان ذا سيم سيرفر هيمسفير، يعني ما يعبر للصفحه الثانيه، جاي يشوفونه نفس الكورتيكا منطقة بناء الكورتكس بهاي المنطقة نفسية، هذا شو نسميه؟ Associated Fiber. واضح؟ من هنا لين يحتاج. فاحنا ما نحتاج لازم بين الفص الأيمن والأيسر لازم يشتغل كل سوى نقاط، فهذا الكوميشن فايبر يربط بيناتهم. فهذا أي انفصال، أي شيء بيناته هنا دمج راح يساعدنا كل من راح شنو يشتغل؟ وحدة. واضح؟ بنفس الهيمسفير يعني بنفس الفص نسميه اسوشيتد فايبر. وعندنا التايب الثالث اللي هو بروجكشن فايبر، كونكت ذا سيربر كورتكس وذ ذا سب كورتيكال اريا. يعني شنو هو هذا السيربر كورتكس؟ المنطقه اللي قايمته وهاي المنطقه، شوفها جاي يشوفون هذا اللون الوردي، وهذا بروجكشن يربط المنطقه العلويه وين ينزل بالمنطقه السفليه، يربط الكورتكس ويا من؟ ويا البرين ستيم مثلا، ويا الميد برين، ويا البونز، ويا الميدلو اوبلانجاتا، ويا السباينال كورد. هذن شنو نسميهن؟ بروجكشن فايبر. فهذن ثلاث مهمات ذن الوايت متى اللي هو كوميشن فايبر والاسوشيشن فايبر والبروجكشن فايبر اللي يصير شنو بيهن؟ وايت متى اكزون فايبر، لهذا لونهن يصير فاتح. واضح؟ هذا الوايت متى. وايضا الوايت متى وين موجود؟ موجود بالسباينا اند كرانيال بالنيابات. تعرفون احنا النياب مثل مو السيل بودي مالت الاوريجن مثل بالمدلة اوبلانجاتا، ومن يطلع كله شنو؟ يطلع اوكزون. واضح؟ وكذلك نفس الشيء بالسباينا، مو قلنا 31 زوج شنو هذا يطلع يروح لنا مثل الجسم؟ الاكزون. لهذا وايت متى راح يروح مو الجراي متى. واضح؟ بس الوايت متى وين موجوده؟ موجوده بالفايبرز، وحفظنا الفايبرز وين موجوده؟ بالنيرفز تطلع، لان الجراي متا هو مالت النيوكليوس مالت النيرف موجوده بالاوريجن مالته. واضح؟ هذا مثال على الكوميشن فايبر اللي احنا قلنا عليه كوربس كالوزم، هذا اللون الاخضر جاي يشوفونه، او هنا مقطع عرضي مقطع كورونا جاي يشوفونه يربط لنا هنا من هذا الهيمسفير، هذا كوربس كالوزم. يشوفون ذا مقطع جانبي من نفحص يشوفون اللون الفاتح مايل للبياض. ليش؟ يعني بي وايت متى هو الكوربكس كلوزم وايت متى، مو جاي متى، مو غامق. هسه هنا بالاجزاء هاي شكو شيء الغامق، هذا اللي جاي متى. هذين الفواتح شين الفواتح هاي مالته، هاي وايت متى. وبعد وين وايت متى موجود؟ انتيا ان بوستير كومشي، هاي النقطه البيض هاي تشوفون النقطه هاي الانتيا وهاي البوستير موجوده بهالمناطق، يعني هنا جوا الكوربس كلوزم. هذا اهم شيء تحفظه شنو هاي الكوربس كلوزر، هاي منطقه الساجده. نجي هسه الى التايب اوف ذا نيورون، حكينا على النيورون وقلنا من اللي يتكون من سيربر ديوكسين، اكو المورفولوجي مالتها، اكو عندنا مالتي بولر نيورون، اكو باي بولر نيورون، واكو يونو بولر نيورون، واكو ان اكزونيك نيورون، وهاي مثل ما يقولون الصوره مالتها. هذا اليوني بولر نيورون يعني انت هذا السيل بادي هاي نيوكليير جاي يشوفونه طالع بس من عنده واحد وبعدين مدفعه، فهي نسميها شنو؟ يوني بولر. اذا من الاقطاب تطلع منا ومنا نسميها باي بولر، هاي الخليه باي بولر. واضح؟ مالتي بولر يشوف من الخليه طلعت اكثر من وحده، اكثر من وحده راح نسميه مالتي بولر. وعندنا ان اكزونيك ما بي اكزون، ان اكزونيك نيورون، فهذا التايب اوف نيورون. واضح؟ وهاي تفيدنا هم كل وحده الها شنو الفانكشن الوظيفه الخاصه مالتها. خلصنا من النيورون، هسه نجي نن نيورون سيل. ومثل ما تعرفون هذه شو نسميها؟ نسميها نيورو جاليا او جاليال سيل. وهنا ست انواع جاي يشوفونهن من قسمات بالبيرفال نيرفال سيستم، موجوده نوعين حفظوا حرف الاس اللي هي ساتيلي سيل وشوانسيا. حرف الاس وين موجوده؟ بالبيرفال نيرفال سيستم. وعندنا اربعه موجوده وين؟ بالسنترال نيرفال سيستم اللي هي اوليجو دندروسايد والاستروسايد والمايكروغليا والابندايمال سيل. ذني وين موجودات؟ بالسنترال نيرفال سيستم بالسي ان اس، وذني الاثنين وين موجودات؟ بالبيرفال نيرفال سيستم. هذني شو نسميهن؟ نن نيورو سيل او نيورو جلاي او جلايل سيل، اللي هن استروسايد
أوليغو دنتوسايد، مايكو جلاي، ابن دايمال سيل، شوان سيل، قلنا على هاي بأفا، وستيليسيا اوف ذا جانجليا. واضح؟ وهاي كل من لها وظيفتها الخاصة وشكلها الخاص اللي جاي تلاحظونه. جيهن واحدة واحدة. الاستوسايت، هاي الاستوسايت، خلية الاستوسايت وظيفتها مالتها regulated of extracellular ionic concentration supported neuron physiology contribute to the blood brain barrier. فهي هاي الوظيفة شنو هاي؟ الاستوسايت هذا موجودة بالدماغ الاستوسايت. واضح؟ ما يعتمد على من يصير بها ورم مثلا استوسايتوما، وضع عليه تيومر، وضع عليه شلون؟ اتصاب هاي الخلية مثل ما تقولون. الاوليغودنتوسايت، هاي الاوليغودندوسايد اللي هي فاوند بالسي ان اس، اذا بالسنترال نيرفس سيستم، وايت ماتر موجوده، ذي برودوس ماينيش، جاي تلاحظون هسه احنا مو هاي حكينا، هاي السيول، هاي الاكزون، هذا اللون الاحمر، هذا هاي ها اوليغودندوسايد جاي يشوفونها وظيفتها تستفز انه ماينيش شيث، الشيث اللي يغطي الغلاف اللي يغطي الاكزون، هاي وظيفه شنو هو؟ الاوليغودندوسايد وين موجوده؟ بالسي ان اس. واضح؟ جاي يشوفونها، فأي إصابة بها لا سمح الله ما حيصير عندك مايلين شيث، راح يفقد التعامل الأكزون. واضح؟ المايكروغلياي، هاي شكل المايكروغلياي سيل، واضح؟ وظيفتها دفاعية اميون، فهي مين؟ اميون ديفنس ان ذا سي ان اس، يا هي المايكروغليا وظيفة دفاعية. ذي اوريجينتد فروم ذا مونوسايت، تطلع لنا مين؟ من مونوسايت، وظيفة دفاعية، تشتغل شغلتها شنو؟ اميون سيستم. الابندايمال سيل، ابندايمال يبطن بطانه، يبطن الفنتيكل، الفسح اللي قلنا عليها موجوده بالدماغ، وان والسباينال كورد، بالسباينال كورد يبطن البطانه مالتها. وهاي شنو تساعد انه ذي اسيست ان ذا موفمنت اوف ذا سي اس اف. جاي تشوفونها هاي هي هاي الخليه ابندايمال سيل، شوفوا بيها الاهداب، هاي الاهداب على مود شنو تسهل حركه السي اس اف الفلود اللي قلنا عليه الموجود بالفنتيكل والسي ان اس. هاي شنو وظيفه؟ وظيفه الابندايمال سيل، جاي يشوفونها هاي الابندايمال سيل، هاي الاهداب، وهذا سواء السي ان اس يعني مثل السباينال كورد، السباينال كانال، او البطانه او الفنتيكل بالسي ان اس، جاي يشوفونها هذه هسه هذا ذني هسه ذني شنو ذني؟ ذني ابندايمال سيل يبطن لنا شنو هو؟ الفينتيكل، ويبطن لنا السباينال كورد، ويسهل لنا حركه السياسة. ذن كل حكينا وين؟ بالسنترال نيرفس سيستم. الشوان سيل مثل ما قلنا حرف اس موجود وين؟ بالبريفيرال نيرفس سيستم، وهي هاي الشوان سيل، جاي يشوفونها هاي حركة الشوان سيل، هاي ياها هاي الشوان سيل. فهاي شنو برودوس مايلين شيث ان ذا بريفيرال نيرفس سيستم. من ساعة احنا حكينا على الاوليغودندوسايت برودوس مايلين شيث وين؟ بالسنترال نيرفس سيستم. الشوان سيل وين موجودة؟ بالبريفيرال نيرفس سيستم. فهسه هاي اهجا يشوفونه، مو هذا الاكزون جاي يشوفونه، فهذا شنو هذا؟ هاي الشوان سيل جاي يشوفونه، تفزنه الغلاف شيل عليه، وين موجود؟ بالبريفيرال نيرفس سيستم. واضح؟ فهسه هذا البريفيرال نيرفس سيستم شوان سيل. الساتيليت سيل ايضا وين موجوده؟ قلنا بالبريفيرال نيرفس سيستم، هاي سبورتد of the neurocerebral body and glia. هسه اذا تلاحظون هاي الستليسي، هذا هاي الحمر ذني جاي يشوفونها، احنا مو عندنا هاي الخليه الصفراء، فهاي هي سبورتد تحمي او شكل دعامل السير بادي مالت الاكس. هاي هسه هنا مثل ما تقول هاي النيوكلياس، مو هاي النيورون، هذا السير بادي مالتنا، وهاي النيوكلياس مالته والميتوكوندريا، فدائما هذا شنو هاي الستليت تحميها. واضح؟ الستليت موجوده هنا، والشوان سير وين موجوده؟ بالاكزون. فالشوان سير تحمي الاكزون، والستلي سير وين؟ تحمي سير بادي، لان وين؟ بالبيرفا نيرفس سيستم. تعرفون لان البيرفا نيرفس سيستم موجود بالاطراف، وهاي فهو عرضه يصير مثلا للضرب، للمؤثرات الخارجيه كلش هوايه، لهذا الدعامه هنا ستلي سير تحمينا سير بادي، والشوان سير وين؟ تحمينا الاكزون، على طول الاكزون. هاي ملخص مثل ما تقول لهم، هاي البيرفيرال نيرفس سيستم، هاي الستليسير جاي يشوفونه هذي، وهذي الشوان سير، هاي تحمي السير بادي، وهاي نيوكليوس، وهذا الاوليغودندوسايت، هاي الابندايمال الاهداب اللي تبطنها، وهاي الاستوسايت حكينا عليه، والمايكروغلاي هاي الوظيفة الدفاعية. وهذا مثل ما تقول ريفلكس ارتش،
هذا ريفلكس اتش عميل شو اسمه، وهذا مثل ما تقول دايجرام مختصر مفيد للحكي اللي حكيناه كله. السنتر نيرفس سيستم، بريفرال نيرفس سيستم، هذا السنتر نيرفس سيستم يتكون من البرين سباينال كورد، والبرين قلنا عليه فور هيد، ميد برين وهايند برين، والميد برين قلنا عليه يقول يسوون انسفلون داي انسفلون، وهاي كل متواجده. ميد برين قلنا عليه ميزنسفلين، والهاند برين يسوون ميتانسفلين والماينسفلين، ماينسفلين يسوون ميدلا اوبلانجاتا والميتانسفلين بون ان بودي. ونجي بريفرال نيرفس سيستم قلنا عليه اوتونوميك وسوماتيك، والاوتونوميك ينقسم الى سمباثيتيك وباراسمباثيتيك. خلصت المحاضرة، نشكركم الشكر الجزيل، واحنا حاضرين لأي سؤال على سواء على موقع الجامعة إن شاء الله أو التليجرام أو وسائل التواصل الاجتماعي يشوفونها مناسبة. خلصنا احنا الانترودكشن على السي ان اس، إن شاء الله بالمحاضرات الجاية راح نحكيهن وحدة وحدة. شكرا جزيلا، الدكتور رافد أمثان التميمي.